بالنسبه للرمادي صار 3 أشهر كهرباء ماكو، مقطوع عن السوق وعن المناطق مال الرمادي كلها زين، وكل الوضع تعبان، والناس ما عندها فلوس تدفع المولدات، الامبير 25، ابو المولد قام يتحكم بالامبيريه بكيفه زين، يقول لك يعجبك ما يعجبك شيل خطك. واحنا نطالب من الحكومه ومن المجلس ومن السيد المحافظ انه يعيد لنا الكهرباء. والله احنا بالنسبه للمولدات الاهليه اللي نعاني منها انه الامبير 25000، انه على السناد 24 ساعه، لما تخابر ابو المولد هسه نطلع فيك جديده والله انه ساعتين بالصبح وساعتين العصر، زين احنا شنو ذنبنا؟ الكهرباء الوطنيه صار لنا ناسيه 8 أشهر. من الاستراحه مال الكهرباء نشغل المولد، بنزين ماكو لتر ب 1000 ورب، بالله اللي عنده مو مشكله بس اللي ما عنده شلون؟ وين يروح؟ لمن يلتجئ؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. نطالب من الحكومه، الحكومه القديمه راحت هسه جت حكومه جديده، كهرباء تعصى عليها، كهرباء 6 أشهر، 6 أشهر ما تقدر تسويها، سواها مرتين وانضربت وعافوها، يعني افضل شيء طي المقاول اذا ما يقدرون، خلي شغل الرمادي وتفضها، حكومه ايش كبرها تعصى عليها وطنيه، ترى مو صاير، احنا محلات عيشتنا على الكهرباء، هاي المولد امبير ب 30 و 25 واحد منين يجيب؟ والله نشكي من الكهرباء بمحافظه الانبار عموما، يعني كهرباء تعبان، مولدات ماكو، مولدات غاليه، نقول لهم والله غاز ما عندنا ويغلون الامبيريه